استقبل صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم معالي رئيس وزراء بوركينا فاسو الأسبق عضو لجنة تحكيم جائزة عيسى لخدمة الإنسانية يوسف وادراغو. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص مملكة البحرين على مد يد التعاون مع مختلف الدول الصديقة وتنمية آفاق التنسيق المشترك معها في مختلف المجالات سواء على الصعيد الثنائي أو العالمي، لافتا سموه إلى اهتمام البحرين بتطوير علاقاتها وتعاونها مع بوركينا فاسو في مختلف المجالات التي تحقق المصالح المشتركة. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية باعتبارها أحد المبادرات التي تتبناها البحرين في المجالات الإنسانية، وبما يؤكد على سعيها ورغبتها الأكيدة في دعم الجهود الهادفة لتحقيق كل ما هو أفضل للبشرية.